ثابكم الله. تقول في سؤال آخر: وقع لامرأة ما يقع بين الزوج وزوجته في رمضان ولا تعلم الوقت، هل كان قبل أذان الفجر أو في أثناء الأذان منذ 21 سنة تقريبا، فماذا عليها؟ لا نستطيع الإجابة إلا إذا عرفنا أن الجماع حصل بعد طلوع الفجر. إن كان حصل بعد طلوع الفجر فعلي على كل واحد منهم الكفارة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان الجماع قبل الفجر فلا شيء في ذلك. نعم.